ينضم إلينا وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان. أهلا وسهلا بك دكتور. إذا كيف يبدو مخزون السدود وكم من المتوقع أن يصل مع ذوبان الثلوج في مختلف المناطق؟ يعطيك العافية ستي، مساء الخير إليك والأخوان المشاهدين جميعا. إحنا ستي الآن يعني الحمد لله الموسم عم بتحسن عندنا مقارنة مع ما مضى خلال شهر 12 وشهر 11. متوقعين إن شاء الله خلال بكرة وبعده يعني نستقبل كميات من جريان السيول إن شاء الله جراء ذوبان الثلوج في بالذات مناطق الوسط والشمال. عم نشهد الآن جريان ودخول المياه على سد الملك طلال، سد الوحدة، سد وادي العرب وسد الشعيب، أوردي يعني الآن فاض هو عن القدرة الاستيعابية تبعته. فبالتالي خلال اليومين المقبلين ممكن نستقبل كمان يعني حسب خبرتنا مليون إلى مليونين متر مكعب إن شاء الله. فبالتالي الإحصائيات بتكون واضحة، لأن يعني نحكي ظهر السبت إن شاء الله بيكون توضحت عنا آخر الإحصائيات بالنسبة للمياه الداخلة للسدود إن شاء الله. ولكن بشكل عام يمكن أن نشير إلى تحسن الوضع المائي يعني خصوصا في المستقبل أو خلال فترة الصيف. والله ستي بناء على النشر الجوية للمصادر الرسمية اللي احنا بنستقبلها إن شاء الله راح يكون في عنا يعني تكرار المخفضات حتى نهاية شهر 2، وبالتالي متفائلين إن شاء الله على خير أنه يكون في عنا يعني مخزون للمياه بكفينا نتعامل مع صيف عام 2021 إن شاء الله ما يكون في عنا مشاكل ويكون قدرتنا على تزويد المواطنين على أكمل وجه إن شاء الله. طيب دكتور نعم، لكن يعني أبدت السؤال عن السدود التي امتلأت دكتور معتصم، يعني كيف يمكن التعامل معها يعني بحيث لا يتم أو يعني تفادي أن تجنب فيضانها على المناطق المجاورة وخصوصا المناطق الزراعية؟ والله ستي احنا تقريبا من شهرين عملنا خطة طوارئ بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية وكمحافظين كجهاز الأمن العام والدفاع المدني. عندنا خطة الآن مع مركز الأزمات، تم عمل تمرين وهمي تقريبا قبل شهر، وتكرار هذا التعامل مع مفيض السدود في مادبة بالذات سد الوالة عملناه مرتين جراء المنخفض الماضي والمنخفض الحالي. وبالتالي الآن في عندنا خطة تعمم على كافة يعني المحافظات اللي فيها سدود، والحمد لله يعني أوردي الآن مرتين عملنا هذا الشيء وكان في تنسيق أمني عالي المستوى، والحمد لله ما تم عمل أو ما تم يعني حدوث أي أضرار جراء هذا الشيء، لأنه إحنا لما نفتح البوابات أو لما يصير مفيض عارفين كميات المياه اللي بتتدفق بالثانية حتى، وبالتالي راح بتكون هي مدروسة بحيث أنه ما بتعمل سيل جارف. وقبلها بيومين بيكون عممنا على كافة القاطنين بالقرب من الوديان ومجرى السيل، المزارعين يعني كافة الناس الموجودين بمجرى السيل بيتم تفريغ هذا الموقع منهم وتحذيرهم لحتى يسحبوا مضخاتهم إذا كانوا مزارعين. هذا الشيء عملناه أكثر من مرة والآن أصبح بالنسبة لنا يعني روتين بيتم تعميمه وإجراءه في كافة يعني نحكي المحافظات فيها سدود. طبعا في عندنا بعض السدود اللي هي نحكي عن قدرات استيعابية قليلة مثل سد شعيب فاض امبارح، ويعني احنا الآن في كان في تنسيق ومتوقع انه كل منخفض انه هاي السدود الصغيرة خلينا نحكي القدرة الاستيعابية انه كيف نتعامل معاها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع. نعم، ولكن بشكل عام ستنعكس ايجابا على الزراعة دكتور معتصم. طبعا ستي الحمد لله يعني احنا في سد الوالة بالذات يعني فاض مرتين وكان يعني هذا الشيء يعني انعش ودعم اخواننا المزارعين على امتداد مجرى السيل. نفس الشيء في وادي شعيب، نفس الشيء في الكفرين. في ترتيب ستي يعني احنا يعني مع اخواننا المزارعين ومع جميع الجهات الاستفادة باكبر قدر ممكن من هاي المياه. حتى في مجرى السيل احنا عادة بنعمل زي حواجز لحتى المي بتصير تمشي على نمط الأوفر فلو، فبالتالي بيكون في عندي برك متجمعة لفترة زمنية أطول ممكن الاستفادة منها من خلال المزارعين من خلال وضع مضخاتهم في هاي البرك. شكرا لك وزير المياه والري دكتور معتصم سعيدان.